شو اسمك؟ وسمة. كم عمرك؟ سنتين. كيف حالك؟ سنة. ما تحية الإسلام؟ سياكم. من ربك؟ الله. أين الله؟ سماء. من نبيك؟ محمد. أين ولد الرسول؟ مكة. إلى أين هاجر الرسول؟ مدينة. ما دينك؟ إسلام. كم عدد أركان الإسلام؟ 15. كم عدد أركان الإيمان؟ 6. ما عمود الدين؟ سيارة. ما أعظم واجب علينا؟ توحيد. ما أعظم الذنوب؟ شرك. هل يعلم أحد الغيب سوى الله؟ يال. من هم المغضوب عليهم؟ يهود. من هم الضالين؟ نصارى. ما اسم الفرقة التي أثارت مسألة خلق القرآن؟ معتزلة. من هو العالم الذي رفض القول بخلق القرآن؟ أحمد حنبل. ما أعظم آية في القرآن؟ الكرسي. من هي ذات النطاقين؟ السماء. من هي سيدة نساء العالمين؟ فاطمة. ما هي دار الكرامة؟ جنة. ما هي دار العذاب والمهانة؟ نور. ما هو دعاء الاستيقاظ من النوم؟ أحنا جانا فجيحتون. بأي اليدين يأكل ويشرب المسلم؟ يمين. ما حكم استخدام المسواك؟ سنة. ما حكم استخدام المسبحة؟ بدا. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ ما حكم سماع الأغاني؟ هيام. من هي الصحابية التي قتلت 7 من الروم؟ أم حكيم. قل تكبير. تكبير.